أنا صار عندي أيتام، وأنا وقع صار عندي كسر بالحوض قبل 4 أشهر، وتعال شوف عندي 4 3 بنات وثلاث ولد، والله ماكو غير الله وأنا بالقرآن ومن أنزل القرآن. زين. لا أرقد هاك شوف هذا رجل تخسر مالي شوف الحادث. زين. والله أرقد أعيش شوف أنا اللي شنو اللي مزورة عندك؟ والله أنا مزورة. كلية. والله أنا مزورة هم سويها بالقرآن ومن أنزل. إيه يعني مو أنت مزورة. مو أنا بالقرآن شلفت لكم أنتم أخوتي. من اللي سوى الشيء هذا؟ أحمد سوى. زين ايش قد فلوس ايش قد سويت فيهم؟ وقت الانتخاب. فلوس ايش قد سويت فيهم؟ أخذ والله دكتور 20. حتى طلع لك الوثيقة؟ أنت أخوتي وحلفت لكم هذا الله بيني. الوثيقة كاملة وهوية. إي والله أنا لا صلت ولا زورت ولا جبت يشهد الله علي. أنا كان يعني أنا هنا أنا قاعدة تجيني دعاوي مثل أنت محامي الله يجوني شلون مديرة مكتب عبد العزيز يجيني أستاذ محمد سالم أدزهم. كان اجتهم مرة يجون جماعة من تكر كانوا من صلاح الدين كان محمد الفيصل طلع حوالي 100 هودة مزورة طلع لهم من هجوم مسؤول من هو المن تعرفين بعد طلع لهم طلع هو زين اسمح لي كان بس احمد الفيصل احمد الفيصل وحده ما يقدر يشتغل هذا الشغل من هو اللي موجود كان وياه يشتغل هذا الشغل احمد الفيصل وحده ما يشتغل من هو اللي ساعده بهالموضوع هم طلعوا بيت الفيصل من وياك بعد قدم ان شاء الله سواها وياه هو هذا الولد صباح صغار اخذ منه اخر شيء 70 صباح من صباح الان صباح الطائف وين هو مكتبه طائف ولا عاني هو عاني بس كاتب الطائف وين مكتبه يا مكان حي العامل حي العامل بعد تعرفين احد من بعد تجيب لنا الاسماء كلها اكيد كلام شر بس الحق بينه وبينه أكيد لأن ترى يأذوني والله أنا والله مرة وأنت أخوتي والله مش حد يأذيك والله راح أجيب لك مو واحدة راح أجيب لك 100 هوية مزورة عيني بس عموما إحنا هسه حتى الموضوع نشوفه حتى تجيب لنا معلومات أنت من هاي اللحظة المكتب ينسد وبعد أي ممارسة مهنة ماكو لا تتخذ إجراءات حتى ما نتخذ أي إجراء وأي زين إذا مثل يجوني جماعة وأنت دعاوي لا ما يصير خلي محامين هم يقعدون بالمكتب يريدون ينطوش نسبة يعني إدارة إيه عم بحساب آني مديرة سكرتيرة اشتغلي يعني إيه بس آني ما يعني أترافع بس هم خليل وهاي الهويات والعفو الوكالات اللي باسمك شون كذي هوية وكالات إيه وكالات وانت يعني ماسة قبل سابقا ماسة مهنة المحامة وبهوية مزورة والله أنا كانت ماسة كيمس أصلي بس هم محترفوا بي والله العظيم ما احترفوا بيها بشي سوى آني بعد اجاني هو محمد الفيصل هنا قال لي ليش قلت له الهويه مالتي الشهاده مالي ما احترفوا بها. جاش محمد الفيصل شو يريد؟ هنا يجيب ايش قد كان ذاك مكتب القديم يجي هنا يقول لي جماعه عندهم شغلات اللي عليها عقوبه اللي عليها ما ادري شنو مالي ما ادري اطلع اطلع لهم هو بعدين الله سمع. اقول لك يعني؟ نعم. انا عندي معلومات كامله عن المكان اللي انت تديرينه. أنا هنا مش راضي ورقيب علي ودحلفك هذا قرآن بيني وبينك. بس إذا باكر تجيب لنا ورقة كاملة متروسة بيها الأسماء المحامين اللي طلعهم أكيد تعرفيهم أنت. هي دا أذكر لك يعني تقريبا هسه لحد الآن 4 5 إلى. تذكريهم كلهم من باكر وتجيب لنا. تذكريهم؟ يا أستاذ. كلهم تجينا باكر بالنقابة؟ لا لا شو وقت تجين؟ من نجي للنقابة؟ غلط تعالي احنا لا غرفتنا واحد ما نقعد نسد الغرفة ونقعد بس نقعد وحدنا ما نسد الغرفة ونقعد انا غرفتي كبيرة قاعة كبيرة غرفتنا كبيرة يا رزاق شنو دوره هنا؟ رزاق عضو بس مو عاد من لجنة التدقيق لجنة التدقيق انا استاذ رزاق هو قال لي مرة قال لي ترى احمد الفيصل طلع وياك يمكن مرة شفت وثيقة وعليك هم عنده يقول لي اي فانا ايش قلت له؟ قلت له انا اذا تشتكون علي انا اشتكي على اعضاء النقابة كلها لان انتوا سويتوا انا ما سويت العفو عندكم جهاز تحطون تحطون الهويه وتطلع الدقاقات كان يقول ذول البنات صورت قلت له اعذاني انا لا راس نقاب ولا جابون انتم سويتون انتم زورتوا انا استعملت مو صحيح؟ اتخذ اجراء شيء من هو؟ لو سكت زين ليش سكت؟ توقع كان محمد الفيصل ما حد يقدر يحكي محمد انا هددوني قال لي اذا هاي عندهم مليشيات طلع محمد الفيصل صار له سنتين منطلع اكثر من سنتين شو عجب رزاق شو عجب رزاق سكت؟ رجال ما يشوفني دائما رزاق العبيدي رزاق العبيدي رزاق العبيدي مو رزاق ذاك الثاني العواد رزاق العبيدي كان وكيل النقابه اي نعم هو هذا اللي اقصد لك به رزاق العبيدي غير؟ اي نعم زين
صاير له سنتين من طلع محمد الفيصل، ليش ما اجاك وقال لك اكيد شافك اكيد تبالي ليش ما اجاك وقال لك شاف هذه الاجراءات استاذ انا من باب مبني على غلط استاذ انا يعني انا صدقني ترى لا فد يوم شفت بجنايات انا مرات تجيني دعاوى انطيها الك والغيرك والغيرك يعني تستصدف ايش مرات هسه حتى اي وكاله خلي محامي يعني بيها وياي بالوكاله فهو يضرب حالك يعني يعني اموري تعبانه وما عنده عندي ايتام قلت له انا ترى لم اذي احد ولا انا مسوي شيء لا عايش ولا ايتام هذا حتى قبل كم سنه ما اعرف انا ما طاب النقابه يعني ما بس بالانتخابات طبيت مره ما راح على النقابه عيني حتى هم من قالوا قلت لهم باكر تعالي حتى نقعد وطينا كل التفاصيل لا لا ما اقدر لا ما اقدر سولف احنا ما عندنا شيء ما انا نعم. بالنسبه لي ما عندي شيء لانه هالموضوع مهم خلينا منا انا على مود تساعدنا باكر حتى لو تدز لي بالورقه على الواتساب لو بس تدز لي بس الاسماء ما اريد من عندك بعد شو اسمه خلينا نخلص اليوم هم ما تجيني يدري الموضوع مو علي اني هم عندهم هواي لا 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 انت قلت بس اسالك لك على موضوع احكي لي على موضوعك من هو اللي يدري موضوعك من هو اللي يدري موضوعك من هو اللي يدري رزاق العبيدي لو رزاق من سوالي يا رزاق رزاق العبيدي مو سوالي يا احمد اي اي بعدين قال لي ترى ام عبد الله هاي هذا ترى جابه كله مزوره قلت له انا شو العلاقه انتوا لعد ما عندكم جهاز مال تدقيق ليش ما قلت هاي مزوره انتوا سويتوا انتوا بعلمكم انا ما مسوي انا لا طابه نقابه ولا انا مال انتمام مقع علي ولا مقع مو صحيح لا مقع محمد ولا احلى انا ما مقع انتوا الموقعين وانتوا سويتوها جبتوها مقابل ثمن انا شو العلاقه حتى اذا تشتغل زين والله ايش الثمن منو اخذت؟ هو يعني وزعوا بيناتهم لو شنو؟ الحق قبل واحدة خذت هو منو برأيك؟ حسب علمك يعني منو؟ هذا ايش قد؟ والله دفتر وعشرين دفتر وعشرين وماي وين توزعت الدفتر وعشرين؟ يعني أنت ما عندك علم منو أخذ؟ لا والله زين هاي الهوية هاي الهوية اللي رقمها رقم التقاعد مالت 15 15 79 1820 هذا انطبعت في داخل مقر النقابة أو خارج النقابة؟ لا هاي أصلية. داخل مقر النقابة انطبعت أستاذ رائد. داخل مقر النقابة. داخل يعني بالسيستم. يعني أنت استلمتيها. داخل بالسيستم أستاذ. مو أنا ما أنا مسويت هم جابوني. هم جابوني. من اللي آخر مرة من جاب لك إياها؟ يعني من دا يجدد لك هسه آخر شيء؟ يعني هسه 2018 منو تجدد لك؟ أحمد الفيصل طلع 2016. لا أحمد حتى إيه طلع. إي طلع. منو العرض هذه؟ منو دا يسوي لك إياها هسه؟ بصراحة. والله مرة جاب لي إياها هذا الولد. هذا السمين شو مصطفى مصطفى منه؟ جامعة محمد الفيصل أبو مصطفى لا مصطفى لا مصطفى ولد بياباني شو زين ليه وهسه آخر مرة منه هو بس مصطفى زين بالتجديد ايش تطين كل تجديد ايش تطين ورقتين كل تجديد ورقتين ايه يمكن والسنة اللي قبلها منه هو نفسه ها يعني كل سنة من طلع أحمد الفيصل لحد ما هو مصطفى يلا شاء الله خير صراحه في المعلومه الله يخليك والله طريت لا بس احنا لازم نعرفها لازم بس مو يعني لا لا انت بوع انت راح نخليك شو اسمه عفوا استاذ الله يلا رائد يلا حبيبي يلا انت راح نخليك هذه انا بس اليوم اريد بالليل تدزي لي رساله بالاسماء رساله هاي بالاسماء صباح هو اسمه صباح الطالب جيبي لنا كل المعلومات تعالي باكر لا ما اجيب والله احنا بمكتبنا ومسدود وماكو احد ماكو احد والله بعد مضمون ماكو احد ما انا دقش والله ماكو احد على شو محامين ويجون هاي بس انا وهذا احنا بنفس الغرفه استاذ اسمه حكينا ونريد اسماء ونريد معلومات انا اجيب لك اياها والله ودعتك اجي هنا حتى بغضان ورقه طريق تريد وانا اجيب لك اياها تبعت لي على جزئيه على الواتساب يلا بس ترى بعد ماكو ولا دعوه تستلمين ابدا ومن باكر لا تطبين محكمه ولا توصلين لا حتى انا بس اطبش عادي لا لا تطبين لا تطبين اصلا حتى لا تطبين اي محكمه لا تطبين يلا في مانع